نجد تحية مرة أخرى مع حضراتكم مشاهدينا الكرام في هذه الفقرة. أعتقد يعني تصب اهتمام العديد من المشاهدين وتحديدا ذو السمنة، يعني اللي أجسامهم سمينة شوية. طبعا إحنا للأسف بنعاني من السمنة، وتحديدا بعد ما بنخرج بقى من شهر رمضان أو بعد العيد بنجد لخبطة شوية في هذه الأيام، وبعد كده بنشوف نفسنا ان احنا زدنا شويه او الوزن زاد. ده طبعا بينعكس على الحركه بتاعتنا، بتبقى صعبه وخلافه من هذه المشكلات. بالطبيعي السمنه بتسبب العديد ايضا من الامراض زي مرض السكر والضغط وغيره من هذه الامراض. طيب ازاي نقدر يكون عندنا لايف ستايل لحياتنا وبقدر الامكان نحاول نفقد وزننا ولكن بطريقه صحيه؟ بعض الناس، مش عايز اقول اغلب الناس لان فعلا كثير من الناس بيلجأوا لعمليات الاستسهال من وجهة نظري، يعني يقول لك انا بتخن وباكل كل اللي في نفسي وبعد كده بروح اعمل عملية شفط دهون مش هتاخد معايا يوم ولا يومين وبعد كده الدهون دي هتنزل. طيب انت فكرت ان العملية دي ممكن تأثر على حضرتك ازاي؟ ممكن مشاكلها تكون ايه بعد كده؟ حتى انعكاسها على نفسيتك لا قدر الله لما يكون في بعض يعني الجروح في جسمك او بعض المشكلات بعد هذه العمليه. انا مش بخوف حضراتكم طبعا من العمليات دي، ولكن ليه احنا نلجا للصعب لما في ايدينا الامور ممكن تكون سهله وفي نفس الوقت نقدر نحصل على النتيجه الايجابيه بكل سهوله؟ محتاجه صبر، وقبل كل ده محتاجه اراده قويه نطبقها عشان نصل للنتيجه الايجابيه اللي بنرجوها بعد كده، وتحديدا في موضوع السمنه. الحقيقه مواضيع كثيره جدا وعندي اسئله كثيره هحاول اطرحها ان شاء الله مع ضيفتي العزيزه اللي مشرفاني في هذه الفقره، الاستاذه الدكتوره نهى سعيد استشاري علاج الطبيعي والسمنه. اهلا بيك يا دكتور، تحياتي لحضرتك. اهلا بيك. كل سنه وانت طيبه. يمكن بقى لنا كتير ما بنتكلمش مع بعض من قبل رمضان كده. طيب بان احنا بنتكلم بقى عن رمضان، بعد رمضان اعتقد اغلب الناس بتشتكي من زياده في الحجم، زياده في منطقه البطن، مش قادره تتحرك نتيجه مثل هذه الزيادات. طيب. وطبعا اللخبطه اللي بتحصل والعزومات والحاجات الجميله اللي احنا شفناها في هذا الشهر المبارك، ربنا يعوضه علينا وعلى الجميع يا رب بالف خير وصحه وسعاده. نصائح كده اوليه للناس اللي هي خرجت بعد رمضان والعيد زايده في وزنها. بص، هو مبدئيا الزياده في الوزن، يعني لو حد خارج من رمضان والعيد زايد في الوزن، غير لو حد عنده مشكله في البطن. ايوه الله ينور عليك. اللي عنده مشكله في البطن من بعد رمضان والعيد فهو اوريدي عنده سوء هضم، فده لازم يروح لدكتور بطنه او دكتور جهاز هضمي فعليا. بيفرق ازاي بقى؟ معلش من جزئيه دي، هل مثلا بيبقى في تقلبات في بطنه بيدخل حمام؟ لا بيبقى عارف، يعني هو بيبقى عارف طبعا كل اكله بيتعب بعديها على طول، مش كل الاكل بيتهضم برضو، في عمليه الاخراج بيبقى صعبه بالنسبه له، لازم يستخدم حاجه عشان يعمل الاخراج بشكل طبيعي، بيبقى عنده غازات كتيره جدا ما بيقدرش يعمل عليها كنترول او يتحكم فيها، ممكن بيتكرع، ما هو يعني الهواء بيطلع باي طريقه، يعني برضو بيتكرع كتير، او لازم لما ياكل بعد شويه لازم ياكل اي حاجه مهضمه، ياخد مثلا فوار، ياكل لبان على طول، يعني هو بيبقى عارف على فكره لانه بيبقى غير العادي. فالبيشنت نفسه او البني ادم نفسه بيبقى عارف، هو بيبقى عارف ان عنده مشكله سوء هضم. دي بتبان قوي بعد رمضان والعيد عشان احنا اكلنا ملخبط في رمضان والعيد. يعني احنا بنيجي باول ما الاذان يقول الله اكبر بنبدا على طول ناكل، قلما ما حد بيفطر على السنه بياخد تمر ولبن وبعدين يصلي المغرب وبعدين يقعد شويه وبعدين يبدا يفطر او بيبدا ياكل. الاكل برضو بيبقى يعني بالتدريج كده، الاول مثلا شوربه وبعدين سلطه وبعدين بروتين، نخلي الكارب في الاخر. مش كل الناس تقدر تعمل كده، ودي حقيقه مش كل الناس تعرف تعمل كنترول على كده، الا لو زي ما انت قلت في الاول ان هو لايف ستايل. يعني عشان كده احنا عايزين بس نغير فكره نظر الناس. انا مش عايزه حد يعمل دايت، مش عايزه حد يروح لدكتور دايت عشان يعمل دايت عشان اخس في 3 شهور عشان اعيش باقي عمري رفيعه. مفيش حاجه اسمها كده، في حاجه اسمها ان انت تخس في فتره طويله. انا نفسي واحده من الناس عملت دايت في سنه، قعدت سنه اعمل دايت. يعني هو يا جماعه ستايل بقى خلاص، احنا حياتنا خلاص، انا عارفه انا باكل كذا 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 بتخن، فمش بقول مش هاكلهم خالص لان مش ممكن نمنع حاجه ربنا حللها لنا ان احنا نمنعها. طبعا. بس هقلل، يعني مثلا ما فيش داعي ان انا في نفس اليوم اكل حاجات مثلا مقليه واكل في نفس الوقت سكريات واكل في نفس الوقت دهون واكل في نفس الوقت سويتس واكل، يعني ليه؟ مش افترا يعني. ممكن الاسبوع ده مثلا اكل حاجه، الاسبوع اللي جاي اكل حاجه تانية، ممكن في نفس اليوم اكل حاجتين بس بكميه قليله. ده هيفرق على فكره، يعني ده هيفرق جدا في الهضم وهيفرق جدا في شكل الجسم على فكره. انت ممكن تشوفني نفس الوزن بس الشيب مختلف عشان ظبطت اكلي في الفتره اللي فاتت.
مش عشان انا خسيت، بس انت هتشوف الشيب بشكل مختلف. وده اللي احنا برضو بالنادي بيه دلوقتي، ان الرقم ده رقم على الميزان، ممكن واحده طويله غير واحده قصيره، دي 70 ودي 70، دي انت تشوفها تلاقيها مليانه جدا، دي تشوفها تلاقيها انها مانيكان يعني، والاثنين نفس الرقم، بس الفرق الطول مثلا 5 سنتي او 6 سنتي في الطول، الفرق في الشيبنج، الفرق في طبيعه الشغل، الفرق في طبيعه الاكل، دي بتاكل هيلسي دي ما بتاكلش هيلسي. فهي الفكره في كده ان احنا نخليه ستايل لايف زي ما انت بتقول. احنا بس يعني المرحله اللي جايه بلاش فكره ان انا رايحه لدكتور دايت علشان اعمل دايت شهرين ثلاثه واخس وافضل كده، لا انا رايحه اغير سيستم حياتي اللي هو خلاني اصلا ابقى تخينه. ما هو انا اللي انا عملته ادى نتيجه ان انا بقى ايه؟ ابقى مليانه، صح ولا لا؟ صحيح. او بقى عندي ديفو في جسمي، او صحتي مش مريحاني، او عندي مشكله في ظهري او في ركبي. anyway بقى كل واحد بيخس عشان حاجه في دماغه يعني، اللي بيخس عشان شكله وبيخس عشان صحه. فالقديم هو اللي عمل لي كده، اتسمين ان انا اعمل ايه؟ اغير ده ولا اغير القديم؟ اغير القديم بس كده، هاكل اللي انا عايزاه كله واظبط اللي انا عايزاه كله، هاكل سويت وهاكل كارب وهاكل دهون وهاكل كل حاجه، مقليات هاكل كل حاجه، بس بالعقل يعني. مفيش داعي ناكل بالليل قوي، ممكن عايزه اكل بطاطس محمره وطعميه وبتنجان وفول مفيش مشكله اكله الصبح. مؤخرا كده حاجه انا على مستوى الشخصي مستفزاني شويه، بنجد حتى في لما يجي مثلا تصفح مواقع اخباريه بنجد ابسط طريقه لخساره مش عارف 3 كيلو في كام يوم، والطريقه السحريه لكذا، وكذلك برضو الاعلانات للاسف اللي هي منتشره في بعض القنوات تحت بير السلم دي، وللاسف الناس بتنساق اليها وبتدفع فلوس فيها كتير وما بيخسش. اللي عايز اوضحه للناس، هل طريقه واحده او بعض الطرق اللي موجوده تمشي مع كل الحالات، ولا الكل مثلا نظام جسم بيليق معاه نظام خاص بعمليه الدايت دي؟ لا طبعا كل جسم وكل نظام حرق وكل طبيعه شغل وكل سن وكل راجل او ست، كل واحد طبعا ليه سيستم في الدايت، في نظام الاكل، في نظام الجلسات، في نظام المشاريب، في نظام الادويه لو بياخد ادويه او هتاخد ادويه تساعد على الدايت او تساعد على فقدان الشهيه او تساعد على انها تنزل دهون او ينزل دهون. طبعا كل الكلام ده بيفرق يعني من حد لحد. يعني ما نمشيش في المقابل الاول، ما نمشيش ورا كل هذا الاهراء. بص انا هقول لك على حاجه، في حاجات دي كلها في حاجات بتسمع في الميديا اللي هو ايه اسرع طريقه لتخسيس البطن، بتلاقي كل الناس دخلت عملت سيرش عليه بالظبط. طب هو معلش، هو انا لما اكل سوري يعني لما اشرب مثلا قرفه على جنزبيل على ليمون، ايه علاقه ده ببطني يعني؟ يعني ما هو انا لما حتى حد من البيشنت بيجي يقول لي كده، انا اصلي قريت على النت المشروب السحري لان انزل الكرش والجناب، واسمع بقى المشروب السحري ده الاقيه حاجه طبعا يعني غريبه جدا. ده انا مؤخرا قرات حاجه شويه ميه مش عارف على حاجه ميه لو خدتهم لفتره من 3 شهور مش عارف في ميعاد معين في اليوم مرتين في كذا تلاقي نفسك خسيت، ايه الاقاويل دي؟ هي المايه في العموم طبعا بتخسس، لان هي بتحسن الدوره الدمويه، بتسد النفس، بتنظف الجسم من السموم. يعني هي المايه طبعا لو حد مواظب ان هو يشرب ميه بشكل معتدل بالنسبه لجسمه، يعني احنا حتى مؤخرا عملنا جدول كده ان فوق ال 100 كيلو من 100 ل 110 بيشرب من 3 ل 4 لتر ميه، من 100 ل 90 بيشرب من 2.5 ل 3، من 90 ل 80 بيشرب مينيمم، ده كده كده المينيمم على فكره 2 لتر، من 80 ل 60 بيشرب من لتر ونص ل 2 لتر ونص على حسب طبيعه الجسم، وعلى حسب صيف او شتاء او ربيع او خريف، وعلى حسب طبيعه شغلك برضو. ممكن تكون انت شغال زي مثلا حضرتك مثلا هوا، مش معقول اجيب لك ازازه ميه كل شويه تشرب منها، اقصى حاجه هجيب لك كوبايه ممكن تاخد شويه كل حبه يعني، او تشرب قبل الهوا او تشرب قبل الهوا او تشرب بعد الهوا، يعني برضو يعني ما برضو طبيعه شغلك بتحكم عليك. صحيح. فهي الفكره في كده، لا طبعا الميه بتخسس، لكن لو شربت ميه الساعه 6 المغرب ظهري هيخس ازاي يعني؟ ازاي هو بس الغريبه ان في ناس بتصدق، انا مش عارفه طب يعني، حتى احنا ربنا خلق لنا عقل نفكر بيه، انا يا سيدي ولا دكتوره ولا حاجه، بس ربنا خلق لي عقل افكر بيه، علاقه ان انا اشرب ينسون على نعناع على قرفه ان انا دراعاتي تخس مثلا، يعني ايه علاقه ده بده؟ يعني هو انا لما اشربه هينزل على دراعي فهيخسسه؟ طيب نبدا واحده واحده كده مع المشاهد، وال يعني قرار ان الواحد يخس طبعا ده في المقام الاول هو المطلوب، انك طبعا انت تكون عندك القرار الصحيح وبعد كده تمشي عليه. المرحله ما بعد القرار، ايه اللي ممكن تقوله لنا في هذا الموضوع، وتحديدا للناس اللي هي عندها ديفوهات في جسمها؟ نبدا باللي عنده ديفوهات جسمها، يعني اللي عنده مثلا زياده في عند البطن، في الارداف، في الستات اللي عندها برضه من زياده عند الايدين والحاجات دي كلها. بص يا سيدي، مبدئيا انت يعني اتكلمت في حاجتين، والحاجتين محتاجين فعلا قرار.
سواء حد هيعمل عمليه، سواء عمليه شفط، سواء عمليه تكميم، سواء عمليه تدبيس، سواء عمليه تحزيم معده، سواء عمليه تحويل مسار، سواء بص بقى هي بتبقى العمليه ومطلعين لها 7000 اسم. دي ده قرار على فكره، ومش قرار سهل خالص ان انت تاخد قرار كده ان انت بكره رايح تعمل عمليه. فانت معرض لكل اخطار العمليات، مع احترامي الشديد للي بيقول لك ان هي بالمنظار وبالليزر وما بتبانش وما بتعملش وبتطلع في نفس اليوم. لا، انت ما بتطلعش في نفس اليوم، انت بتطلع تاني يوم او تالت يوم على حسب حالتك الصحيه. لو لا قدر الله عندك ضغط او سكر مش منتظم، يبقى لازم تظبط ضغطك وسكر قبلها، لالا لا قدر الله ممكن يحصلك ريسك جامد جدا في العمليه. هي عمليه زي اي عمليه ممكن تعملها، انت معرض ان انت تاخد بنج تطلع او ما تطلعش، دي حاجه بايد ربنا. فانك انت تاخد اصلا القرار ده في حد ذاته محتاج اراده. صح. على فكره، عشان برضو انا برضو مؤخرا لقيت الناس بتهون شويه، الناس اللي بتعمل عمليات. لا على فكره، هو واخد برضو قرار جامد قوي، ان هو بتستسهل الامور دي. هي بتستسهل للاسف، رخصت يعني على الاول يعني. بالظبط، رخصت ليه؟ لان لا لان في دكاتره مش بتوع دول بيعملوها، مش متخصصين يعني. بالظبط كده، يعني المفروض ان مين يعمل ده؟ استاذ المناظير، دكتور مناظير، دكتور جراحه مناظير، هو اللي هيعمل ده، لان هو هيعملها بالمنظار ويبقى معاه دكتور تخدير، يبقى معاه اسيستنت. لا دلوقتي عادي جدا ممكن، اصل هو مش فن برضو قوي المنظار، يعني مش بيبقى محتاج قوي حد بروفيشنال يعني، الا طبعا دكاتره كبيره واسامي كبيره ومعروفه وناس ما شاء الله دي ما بتنزلش اسعارها طبعا خالص. ان هو عارف هو مين داخل يعمل ايه. لكن دلوقتي ممكن حد يكون لسه صغير، لسه بادئ في الموضوع ويعملها. مثلا انا ايه اللي يخليني ادفع عمليه ب 60 70 الف جنيه وانا قدامي اعملها ب 20 30 الف جنيه وهي هي نفس العمليه من وجهه نظري انا كحد من بره. لكن طبعا لا يا جماعه خالص، لا خالص، لان السيفتي مختلف. سيفتي مختلف تماما. انت يعني معلش، تحويل المسار دي انت بتغير في الاناتومي بتاع الجسم من جوه. فلو انا مش فاهمه كويس، انا هدخل اعك الدنيا واخرج. انت مش هتحس، لان انت مش شايف نفسك من جوه، بس هتعرف الموضوع ده بعد سنه وسنتين وثلاثه. ازاي بقى؟ ايه اللي هلاحظه؟ هتلاحظ ان انت مفيش اي حاجه بيحصل لها امتصاص في جسمك، لان انت بتقطع جزء من جسمك. كل جزء من جسمنا ربنا خلقه بيمتص حاجه. هتبدا تلاقي ضوافرك بتتكسر وبتقع، واسنانك بتقع، ورموشك بتقع، وحواجبك بتقع، وشعرك بيقع. الحاجات التجميليه كلها بتبقى مش مظبوطه. تعبان على طول، هبطان على طول، بتنام لفترات طويله جدا، عندك خمول، تبدا تدخل المستشفى كل شهر تعلق محاليل وتاخد فيتامينز، لان طبعا ما فيش امتصاص، فمش هينفع تاخدها تابلت. يعني العادي ان انا اديك مالتي فيتامين هتاخده وشكرا. لا طبعا، انا ملخبطه لك الدنيا جوه. وانت عارف انا عامله ايه؟ ما هو ما فيش يعني، انا والاسيستنت وربنا اللي معانا، فانت مش عارف ايه اللي جوه. فعشان كده لا طبعا، انا لازم لما اروح لحد، لازم اروح لحد اكون واثق فيه، استاذ اسم كبير. يعني طبعا ما فيش يعني، كلهم طبعا اساتذتي وكلهم افاضل وكلهم احسن مني 100 مره، بس لازم لما اروح لحد ابقى انا عارفه انا رايحه لمين. انتقي الشخص اللي انا ممكن اسلمه نفسي وتحديد اصلا مش ذبح يعني، مش ذبح. معلش، انا قريت على النت مره، كانت واحده داخله تكتب كومنت ان هي كانت رقم 35 في العمليه. ازاي؟ طب يعني ازاي في يوم واحد بس؟ في يوم واحد هي رقم 35 ولسه اوريدي بعدها. فيه ده مفيش دكاتره بتاخد كشف، انا باجي بعد ال 35 كشف يعني. دي بص الدكتور افضل، انا بروح اللي ما بيعديش 20 ولا 25. لا في يعني ناس بتشتغل، لو حد هيشتغل فول داي او حد هيشتغل طول اليوم مفيش مشكله، بس برضو رقم مخيف يعني. طب انت مركز في ايه؟ او انت بتعمل يعني انت بتعمل في ايه؟ لكن انا اعرف كتير من زمايلي لا طبعا ما بيتعدوش مثلا ماكسيمم 5 حالات في اليوم، عشان حتى هو يبقى مركز في الحاله. صحيح. يتابعها بعد كده، يبقى هو ليه خلق حتى ان هو بعد العمليه يدخل للبيشنت يتكلم معاه. طب انت عامله ايه؟ طب انت عامل ايه؟ طب اخبارك ايه؟ طب الدنيا فيها ايه؟ طب بالنسبه عن عمليات النحت برضو، بما ان حضرتك اتكلمتي بقى عن العمليات واتخاذ اي اجراء من جراحه في موضوع السمنه ده، نسمع بقى عن عمليات النحت دي. هل عمليات النحت الجسم بقى وعايز اخلي الحته دي مش عارف ايه والحته دي بيبقى ليها كذا طريقه؟ هل الكلام ده صح؟ هل الكلام ده موجود؟ بيترسم بيترسم الجسم ما شاء الله. يعني انت بتدخل برسم لك جسمك اللي انت عايزه، يعني بقول لك مثلا عايز بودي بيلدينج مثلا يعني كده وعضلات. لا بس عضلات لا طبعا ما بعملش عضلات. العضلات انت بتعملها بعد كده بالجيم. برضو بتتابع معايا، لان لازم بكتب لك بروتين، كميه بروتين معينه، كميه كارب معينه، بتشرب ميه بكميه معينه، بتشرب عصير بكميه معينه. يعني برضو بكتب لك التغذيه بتاعتك بعد كده علشان تعمل بادي شيبنج حلو. لكن لا طبعا بيترسم الجسم، بيترسم رسم كده وخلاص. دي بتتشال ودي بتتشال، دي بتتشد دي بتترفع، بس ما بتعملش طبعا في يوم وليله يعني، بناخد مع بعض وقت شهر مثلا.
مدى نجاح هذه العمليات يعني برضه بتختلف على حسب الفلكسبيليتي بتاعت الجلد. يعني في جلد بيبقى سهل معايا بيلم بسرعه وبيتشد بسرعه، وفي لا جلد تاني بيبقى إلاستيك قوي، ده نتيجه مثلا حد عمل دايت كذا مره. يعني معلش ممكن حد يكون جاء عمل دايت مثلا مع دكتور تاني وجالي خس 20 كيلو وتخنهم فجالي، فبدا مثلا زي من 100 انا نزلته لغايه 80، فهو ليه نزل ال 20 كيلو نفسهم نفس ذات ال 20 كيلو؟ الإلاستيستي بتاعت الجلد وشكل الجلد في اول مره غير شكله تاني مره غير شكله في تالت مره. فاكيد لو كان عمل اول مره وظبط وثبت وشد تمام كانت هتبقى احسن بكتير من تاني مره، تاني مره هتبقى احسن بكتير من تالت مره، تالت مره هتبقى احسن بكتير من رابع مره، رابع طيب. مره بقى يبقى خلاص مفيش. في ناس بتمشي على نظام دايت معين وبعد كده بيصيبها بعض الترهلات في مناطق معينه، ده طبيعي. هل الترهلات دي الحل بتاعها جراحيا ام ممكن بقى على نظام غذائي معين تتشال هذه الترهلات؟ لا نظام غذائي لا، مفيش حاجه في الدنيا غير الميه اللي ربنا خلقها انها بتدي رونق مرونه نعومه في الجلد، هي الميه بس. تمام. بس الميه وزيت الزيتون. فلو حد عنده مشكله لا بيتاخد معلقه على الريق. كمان لو حد عنده امساك من الدايت او حد عنده امساك مزمن او حد عنده مشكله في الهضم زيت الزيتون طبعا ممتاز. يعني هم كانوا يعني انا برضو قرات نظام للدايت انك تاخد معلقه زيت زيتون الصبح ده بيخليك تخسر جزء من بطنك يعني؟ لا هما بيخليك يعني ملوش علاقه بالبطن خالص ولا بيخسس ولا ليه علاقه باي حاجه. هو زيت الزيتون بيتاخد الصبح على الريق زي ما بيقول يعني. يعني هو طبعا حاجه هيلسي بتحسن هو للتجميل على فكره يعني. انا حتى بقوله للتجميل مش بقوله للتخسيس. بيدي نعومه للجلد، بيحسن الهضم جدا لانه طبعا زيوت، وانت عارف الدايت ما بنبقاش بناخد حاجه فيها فاتس او زيت كتير، فبيبقى التويلت لما حد بيعمله بيبقى ناشف، فممكن يبقى مثلا عنده مشكله في البواسير او عنده بيتجرح. فلا زيت الزيتون طبعا على الريق بيظبط الموضوع ده خالص، بيخلي في ليونه، بيخلي زي ما بقول لك الكوليسترول كمان بيقلل الكوليسترول جدا. تمام. بس بعد 10 ايام. طيب انت زي حضرتك قلتي من شويه ان تختلف نظام الدايت مع كل شخص ومعدل الحرق والحاجات دي كلها. طيب منطقه اما يكون في منطقه معينه زي مثلا منطقه الكرش منطقه الارداف برضو ده نفس النظام لازم بيختلف من شخص لشخص ولا ممكن نظام يتماشى مع اكتر من شخص في هذه الجزئيه يعني منطقه لا الكرش؟ لا ممكن نظام لا ممكن نظام دايت يتماشى مع كذا حد. طب ما تقولي لنا زي ايه برضو؟ يعني مثلا احنا ممكن الحاجات اللي غالبا بتخزن في المنطقه اللي تحت من اول السره لغايه الركبه دي الحاجات اللي بتحتوي على اللحوم المصنعه بكل انواعها، يعني زي اللانشون بانواعه، الروز بيف بانواعه، الهوت دوج والسوسيز والبرجر والسلامي، كل الحاجات دي، كل اللحوم المصنعه عشان ما انساش حاجه، كل اللحوم المصنعه بتتخزن من منطقه السره لمنطقه الركبه. فانا حتى لما باجي بكتب دايت بكتب دايت وبكتب على فكره لانشون عادي، يعني لانشون فراخ او برجر، لو كمان لو اطفال يعني بحب اكتب لهم حاجات من الحاجات اللي بياكلوها علشان ما يحسوش ان انا حرماهم قوي. بس لما بلاقي حد عنده سمنه في المنطقه دي بقلل، يعني مثلا ممكن اكتبها مره في الشهر، لكن لو حد لا يعني مثلا لو اطفال او لو واحده او واحد ومش مليان من الجزء ده لا ممكن اكتبه له مثلا مرتين في الشهر. ممكن ياكلوا اسبوع كامل لو بيحب لانشون فراخ عشان يعني بيبقى او التركي بيبقى هيلسي اكتر، فممكن بكتب له اتنين شريحه مع اتنين توست سن مع معلقه جبنه لايت او معلقه مايونيز لايت. هو مش بيحس انه بيعمل دايت، هو بياكل اكل هيلسي وحلو بس ما يكونش مليان من المنطقه دي. طيب بما انك اتكلمت في الاكل وتحديدا الحاجات اللي بيحبها الاطفال، يعني لان في ناس كتير جدا بننصح برضو الاطفال عشان ما يصيبهمش السمنه، لان يقول لك الطفل مولود رفيع وجسمه حلو بعد كده تخن. موضوع بقى المكسبات اللي هي بتدي نكهه للاكل زي مثلا مايونيز زي الكاتشب الحاجات دي كلها والمستورده والكلام ده كله، هل ده يعني بيبقى ليه تاثير على موضوع السمنه بالنسبه للاطفال؟ بصوا المستورده طبعا اقل لهم عشان المستورده ده من الخردل فهي اقل لهم، هي بس عشان فيها نسبه مواد حافظه فهي بس شويه مش هيلسي شويه مش زي الباقيين. لكن تقول مايونيز بعديها على طول برضو لان هو فاتس وبيض وكده، بس لازم يبقى تخزينه كويس ومده صلاحيته جديده. انا بس يعني بناشد الناس كده ان هم يركزوا في موضوع مده الصلاحيه دي، يقروا الحاجه تكون مده صلاحيتها جديده، مش شرط جديده يعني امبارح، يعني ممكن في خلال شهر مثلا او شهر ونص، بس بلاش الحاجات القديمه قوي لان هي اوريدي بتبقى كل ما الحاجه تقعد كل ما نسبه الماده الحافظه بتتفاعل فيها اكتر. فانت كده بتعمل مشكلتين، اول حاجه بتدخل لجسمك ماده سامه، تاني حاجه ان انت بتقلل الحرق جدا في جسمك. فحتى لو لو الحاجه دي يعني لو معلقه المايونيز العادي ان انت هتحرقها فلما تكون قديمه قوي لا مش هتحرقها. والكاتشب
الكاتشب قال لهم هيلسي، يعني هو اقل حاجه، يعني هو مش يعني حلو مش هيلسي يعني. خالص يعني. اه يعني مش حلو قوي. ممكن بقى في دلوقتي طرق كتير للكاتشب انها تتعمل في البيت، ولو حد ما بياكلش كاتشب كتير خلاص اوكي. انا ما بحبش ابقى متزمته قوي، لان هو هياكل، ما هو هياخد من ورايا. طب ما من قدامي احسن يعني. صحيح. هو هياخد من ورايا اوريدي، لو انا اصل طفل وهقول له كل كذا، هو بيحب الكاتشب خلاص اقول له ما بياكلوش يا فندم غير بالكاتشب يعني. ما هو بقى، ما انا هي الشطاره في ايه بقى، ان احنا نحوله بدل ما هو ما ياكلش من غير الكاتشب، لا هياكل بكيس واحد. ده اوكي. وبعد كده يبقى مثلا يوم ويوم بعد كده يعني ليله واحده. طيب ايه اللي تنصحي لي الناس اللي هي عندها دفوهات في اجسامها، يعني اللي عندهم كالشيوم، يعني قول لنا كده نظام غذائي ممكن يمشوا عليه. برضو انا مش من الناس اللي بتحب تدي انظمه غذائيه للمناطق، لان زي ما بقول لك هو نص رغيف هو هينزل جسمك، هو مش عارف هيروح للجناب ولا هيروح للفخاد ولا هيروح للبطن ولا هيروح للظهر، هو نص رغيف ونزل جسمك خلاص. بس في حاجات بقى احنا ممكن نعملها، يعني ممكن نعمل ايه؟ ممكن مثلا نشرب ميه كتير، دي اول حاجه واهم حاجه. نشرب مشاريب. شرب الميه بيخسس فعلا ولا يعني اهميته ايه للناس؟ بيوجع البطن بس. بيخلي الواحد عايز يرجع. لا مش كل الناس بتقدر تستحمل انها تشرب ميه على الريق، بس هو الميه عموما بتنظف الجسم من السموم. تمام. ومفيش حاجه يا جماعه اسمها ميه بليمون بليز، يعني الميه بليمون دي بتعمل التهابات في المعده، مش هيلثي خالص ومش صحيه خالص، وانها تتاخد على الريق دي حاجه قاتله. وزمايلي بقى دكاتره البطنه والجهاز الهضمي يقولوا بقى، يحكوا احسن مني كمان في الموضوع. طيب ده الزبادي لايت بالليمون بالليل قبل. ده حلو جدا، ده اللي حلو، حلو جدا كمان، لان انت بتعلي القيمه الغذائيه للبروتين. الزبادي بيبقى عليه بروتين، لما تحط عليه فيتامين سي فانت كده بتعلي القيمه الغذائيه بتاعته، فهو هيلثي يعني صحيا، حتى لو حد ما بيعملش يعني دايت. علبة الزبادي نص ليمونه مش كيلو ليمون؟ لا نص ليمون برضو كتير، هو نقطتين ثلاثه ليمون كمان. او لو حد ما بيقدرش يستحمل الليمون ممكن قطاره فيتامين سي. انت بتعلي القيمه الغذائيه من البرودكت اللي انت بتاكله. انا باكل دلوقتي زبادي، الزبادي كالسيوم وبروتين، انا بزود عليه فيتامين سي، فانا عليت القيمه الغذائيه بتاعته، فخدت حاجه صغيره بقيمه غذائيه عاليه. ده حلو قوي، حد عامل دايت، حد مش عامل دايت، حد رفيع، حد تخين، هو حلو قوي في المطلق، ملوش علاقه برضو بالدايت، بس ما بينزلش البطن. عشان انا برضو كذا حد يجي يقول لي الزبادي بالليمون بينزل البطن والكرش، لا بينزل في العموم يعني. هو هيلثي، هو حاجه هيلثي، هو حاجه صحيه، هو حاجه كويسه جدا. سواء انت عامل دايت او مش عامل دايت، هو حاجه كويسه ليك. بتلعب رياضه ما تلعبش رياضه، هو حاجه كويسه. لكن الميه بليمون على الريق بتعمل قرح في المعده بعد فتره، بتعمل التهابات في المعده، لو حد عنده ارتجاع في المريء بيموت لو خدها. طب وليه يعني؟ ليه اخدها؟ ما هي في الاخر ميه بليمون، يعني ليموناتا. طب ما انا اشرب عصير ليموناتا بعد الفطار او بعد الغداء او بعد العشاء او قبل ما انام او ان بتوين اي وجبه يعني. لو انا عايز اخد فيتامين سي كفيتامين سي في مشروب، ملوش علاقه ابدا ان انا اخده الصبح واتعب معدتي واتعب المريء ليه يعني؟ اصلا المعده حمضيه والليمون حمضي، فانا بدخل حمض على حمض بولع الدنيا جوه. برضو بالعقل، الموضوع ملوش علاقه بدكاتره خالص، بالعقل كده. الليمون احماض صح ولا لا؟ صحيح. المعده حمضيه صح ولا لا؟ حط الاثنين على بعض وعلى الريق. طب وليه يعني؟ ليه انا ممكن اشرب ميه عادي جدا؟ احنا بقى ممكن نمشي تبع السنه بقى، كوبايه ميه دافيه نحط عليها معلقه ممسوحه عسل ابيض وندوبها كويس قوي ونشربها، بتنظف الجسم من السموم، بتعلي الحرق جدا، مالتي فيتامين هيلثي فوق العاده. لو انت بتعمل دايت مش هتاثر معاك، لو انت بتتخن مش هتاثر معاك، لو انت بتخس مش هتاثر معاك، لو انت متبع حميه غذائيه هيلثي، يعني نظام غذائي صحي بغض النظر ان انت اوكي كده راضي عن نفسك ومش عايز ولا تتخن ولا تخس، فهي حلوه جدا. سنه نبويه يعني، هي كلها طبعا جميله جدا. طيب ناس كتير جدا برضو بتلجأ لتكميم المعده والحاجات دي كلها، احنا كنا اتكلمنا دلوقتي عن الشفط والحاجات المتعلقه بالنحت والكلام ده. تمام. احنا محتاجين بقى في موضوع تكميم المعده او تدبيس المعده والحاجات دي، تاثيرها بقى على المعده بعد كده، احنا ممكن نفرح بيها بعد شهر مثلا بنجد تغير ملحوظ بعد كده للاسف. هو في المطلق برضو هو احنا هنرجع نلف وندور، انه برضو هو نفس البيشنت ده هو اللي هيعمل دايت. يعني هو الدكتور عمل العمليه، يعني بعد العمليه لازم يعمل دايت. طبعا. لا مثيل طبعًا. مش زي اللي برضو المفهوم عند الناس انا اعمل المعده واطلع مش هياكل بقى خالص. كل حاجه لا هو مش هياكل خالص، مش هياكل كل حاجه. هو مش هياكل خالص. ده لو العمليه نجحت، لو العمليه ما نجحتش هو هياكل عادي جدا. بنسبه كام مثل هذه العمليات يا دكتور؟ على حسب برضو الدكتور وعلى حسب يعني لو تدبيس المعده على حسب طبعا نوع الدباسه، في الدباسه الامريكي طبعا دي حاجه عاليه جدا، وعشان كده بقول لك مش اي حد دباسه. لا ما جيب علبة دبابيس واروح على طول. لا ما اعرفش بقى. على حسب طبعا نوع الدباسه وعلى حسب نوع البرودكت المستخدمه جوه في العمليه نفسها. طبعا الامريكي غير الروسي غير الايطالي. يعني ممكن يصدي مثلا الدبوس جوه المعده؟ طبعا.
ايوه يعني طبعا ممكن ممكن طبعا يصدي ويعمل مشكله طبعا. حط ستانلس بقى ممكن، وممكن لا مش عارفه بقى هما بيستخدموا ايه بصراحه يعني، ما جربتيش حاجه كده؟ لا ما اعرفش بصراحه يعني، ما اعرفش مع زمايلي بيستخدموا ايه، بس كل واحد طبعا بيستخدم براند هو عارفه واثق فيه، لان هو السيفتي ده بتاعته هو يعني، لا قدر الله لو حد من البيشنت جرى له حاجه هو بيرجع له. بس انا اللي بتكلم فيه ان هو بيعمل العمليه بيجي لي برضه، طب ما تجي لي انت لوحدك يعني، ليه لازم حد وسيط؟ هو طبعا لانه بعد العمليه زي ما بقول لك لو العمليه نجحت فهو ما بياكلش خالص، لان هو المعده بتصغر جدا برضه، اللي بيتقص من المعده ده ما هو ده امتصاص، فانت بترجع تاخد مالتي فيتامين، واوريدي اللي ما بيعملوش عمليه بياخدوا مالتي فيتامين لان شعرهم بيقع وضوافرهم بتتكسر يعني هي الحاجات دي الحمد لله عندنا من غير ما نعمل حاجه. طب كمان عملنا بقى يبقى ايه؟ بنضيع خالص. فخلص لك بس نقطه العمليات دي. فهو كده كده اللي عامل عمليه ونجحت برضه بيلف يلف ويرجع لدكتور التغذيه علشان يظبط له الدايت، ياكل ايه يعني، كميات ايه اللي جسمه محتاجها، فما يتعبش فما يقعش فما يدخلش مستشفى كل شهر يعلق محلي برضه. نفس القصه هرجع نفس القصه. طب تعالى جرب انت الاول من قبل ما تعمل اي حاجه وتعرض نفسك لريسك، تعالى جرب الاول اعمل دايت وظبط الدنيا، وقول خليك بس اونست مع الدكتور بتاعك انه ممكن حد يجي لي معلش يعني واحد وزنه 120 كيلو يقول اصل بص يا دكتور انا ما باكلش خالص. طب ما انت ما بتاكلش خالص ازاي تخنت؟ لا اصل انا ما باجيش جنب الاكل خالص. طب معلش هو حضرتك بتاكل ايه بالليل وبنام؟ طب حضرتك بتاكل ايه؟ لا ده انا ما باكلش خالص. فبقعد انا في حيره هو بياكل ايه؟ طب ما تقول لي على طول انت بتاكل ايه؟ اصل مش ممكن انت وصلت الرقم ده وما بتاكلش حاجه. وهل اكل مثلا وجبه واحده بالليل تعمل فيه كده يا دكتور؟ ممكن لو وجبه دسمه وفيها هاي كالوري طبعا اكيد يعني تعمل كده طبعا، ما بتتحرقش فبتتخزن فبيقوم تاني يوم بيعمل حاجه اسمها ستارفيشن اللي هو زي المجاعه كده، ما بياكلش خالص طول اليوم فبيدخل جسمه المجاعه فبيبدا يعمل حاجه في جسمه زي عارف السنم بتاع الجمل، السنم كده اللي هي احنا بنسميها مطبات، بيخزن طبعا. تلاقي بقى في دهون في الظهر، دهون في البطن، دهون في الجناب، دهون في الفخاد، بتبقى عامله كده زي المطبات زي السنم بتاع الجمل بالظبط، لان هي نفس الفكره. هو الجمل بياكل مره واحده وبيحتفظ بالاكل فبيطلع له المطبات دي، نفس الجسم كده انا طول النهار ما اكلش وباكل بالليل مره واحده فتلاقي جسم عمل مطبات. انا بس بتكلم فيه ان خليك اونست مع الدكتور بتاعك، انا باكل سكريات، انا باكل حلويات، انا ما بعرفش اعمل كنترول واقفل بقي، ما تقول ما هو طبيعي ان انت جاي عند دكتور دايت، اذا اتسمين ان انت محتاج حد يساعدك. طيب خلاص قول. في ناس كتير جدا بتقولك انا جربت كذا نظام غذائي ورحت لكذا دكتور وما بخسش، مبرراتهم طيب. ايه الناس دي يا فندم؟ لا هما ما بيتابعوش مع دكتور واحد. هما بص هقول لك على حاجه، هو جاي يجرب يعني مثلا جاي عند نهى خلاص، والله هو هيجرب ارتاح مع نهى والدايت بتاعها عجبه وهيشوف كده هيفكر، مش جاي واخد قرار ان هو هيخس، سواء جانا لقى نهى معلش يا دكتور جالا محمد هو يعني ايه الدايت بتاعها عجبه يعني؟ هل معلش دلوقتي مثلا انا لما بروح عند دكتور باطنه نفس العلاج اللي اروح عنده مصطفى هو اللي هيدوني حسين والحاجات دي كلها صح؟ ده انت علشان رايح للدكتور انت مقتنع ان الدكتور ده هو اللي هيكتب لك الدواء اللي هتخف بيه صح ولا لا؟ تمام. لكن ممكن تروح لدكتور باطنه لا انا ما ارتحتش في الكشف. طب ما ارتحتش هو ما كشفش عليك؟ لا كشف عليك بس انا ما ارتحتش في الكشف صح ولا لا؟ هو نفس الفكره كده يعني هي راحت عند حد يعني ممكن نفس النظام الغذائي او نفس أيوة طب. يعني مش عارف نفس المواد اللي انت درستوها هو نفس العجل. النظام الغذائي اللي انا بديه هو اللي فلان بيديه هو اللي علان بيديه بس الفرق ان هو بيبقى حد مرتاح نفسيا لفلان او علان او كده بس. لكن انا رحت النهارده لفلانه وما ما ريحتنيش. لا هو انت مش جايه تشتري هدوم فجايه شايفه الحاجه مقاسك او لا، انت جايه واخده القرار انك تخسي، لقيتي بقى نهى، لقيتي فلان، لقيتي علان، انت جايه تخسي صحيح بغض النظر بقى الدنيا ايه. جربي معايا شهر تمام، خسيتي خسيتي، ما خسيتيش يبقى تروحي لحد تاني. لكن جربتي شهر وخسيتي وزهقانه مثلا طب دي انا اعمل لك ايه؟ صحيح. هو زي ما حضرتك قلتي في لازم البدايه القرار. لازم يبقى هو حد واخد قرار ولازم بعد كده تتخذ هذا القرار عن اقتناع زي ما بيقولوا طبعا يعني زي الجوازه ما ينفعش تتجوز واحده ما بتحبهاش او واحده متردد، لا لازم تاخد قرارك كده انك انت الدايت ده هتقبله زي مراتك كده هتقبلها وهتعيش معاها. بتكلم جد اعتقد صح. يا دكتور صح. يعني مهم جدا ان احنا نتخذه في حياتنا كقرار. انت اتخذت قرار انك انت تخس، لازم انك انت تعرف بعد كده هيبقى في دايت، لازم هتتحرم من بعض الحاجات اللي انت كنت بتحبها، بس في الاول وفي الاخر هيعود عليك بحاجة كويسه، هتلاقي نفسك نشيط، هتلاقي نفسك يعني هيلثي، ما عندكش قدر لا امراض او اي مشكلات. بشكرك طبعا يا دكتور كل هذه المعلومات مهمه جدا. عايزين بس ناخد عهد قدام المشاهدين ان يكون في الحلقه الجايه كده بعض الانظمه تلائم كذا نوع من انواع الاجسام ومعدلات الحرق، بحيث ان كل مشاهد مثلا عارف معدل الحرق بتاعه او حال يعني عارف النظام بتاعه ايه، ممكن
يختار النظام المناسب لحضرتك. ممكن تطرحيه كده ان شاء الله. ممكن نعمل حاجه تانية، ممكن نعمل بالاوزان مثلا. يعني مثلا ممكن نعمل مثلا من 100 ل 120 هياخدوا دايت كذا، من 100 ل 80 كذا، من 80 ل 60 كذا. وممكن نتابع مع الناس كمان، مفيش خلاص مشكله. وفرت خلاص عليهم الكثير، وكمان هاخد برضو في الاحتياطي الناس مثلا اللي عندها سكر، الناس اللي بتعاني ببعض الامراض، عشان نقدر نوصل في اكبر فئه ونقدم لهم نظام غذائي هيلثي كده يقدروا يعيشوا عليه، عشان يكون القرار مناسب وصائب ان شاء الله. شكرا جدا استاذه الدكتوره نهى سعيد، استشاري علاج طبيعي، شرفتينا يا فندم. لسه مكملين معاكم مشاهدينا الكرام بعد الفاصل، فقره حواريه اخرى خاصه عن تربيه الابناء، انتظرونا.